السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكل متابعينا الكرام. يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو بسيط كده يا جماعة، هنتكلم فيه عن أفضل قطع غيار للكوميتا 400. مش أفضل قطع غيار، يعني القطع البديلة مش الأصلية، قطع البديلة وعن تجربة. يعني احنا كل حاجة بنتكلم فيها بنكون ركبناها وجربناها، عشان برضو لما نيجي نقول على الحاجة تبقى كلامنا مظبوط، ما يبقاش فيه شك او احنا ما جربناش، او نركب جلدة يا دوب لسه مركبينها نقول عليها كذا. لا، احنا برضو بنجربها، وبعد مدة معينة وبعد استعمال كتير نبدأ نوصل للناس هل احنا جربنا الحاجة دي، عشان نبقى نتكلم وعلى يقين وعن تجربة شخصية، ونبقاش ايه بننقل كلام او سامعينه عن حد، بنبقى مجربين كل حاجة تجربة شخصية. طبعا اللي معانا النهاردة كوميتا 400 فينيكس جالاكسي، وده طبعا سكوب بي اس اي 414 44. طبعا الكوميتا 400 السوستة والجلدة الأصليين موجودين. السوستة بتبقى حوالي 37 حلقة، السوستة بتعمل في حوالي من رينج من 400 450 حسب كل تاجر برضو، والجلدة يعني برضو من 200 ل 250. فانا عن تجربتي انا الشخصيه، انهم مش بقول انهم وحشين، انهم مش بيعيشوا كتير، يعني دي حصلت ايه بصراحه معايا. فطبعا لما انا جبت السوسته البديله وجربتها، فجبتها لان ما كانش فيه قطع غيار للكوميتا كانت بتنزل اساسا، وكلكم عارفين كده، حتى الجلد كانت بتنزل بسيط لو لقيت جلده او بتاع عند حد، يعني نوادر. حتى السوسته ما كانتش لسه قطع غيارها توفرت هنا في مصر، فقالوا اللي بتيجي بديلة هي سوستة البسري، سوستة البسري. فأنا قلت أجيبها وأجربها ونشوف وضعها إيه معايا. ففعلا جبتها وركبتها. دي السوستة إيه يا جماعة؟ سوستة البسري، بندقية البسري، حوالي 35 حلقة، يعني أقل من السوستة الأصلية حوالي حلقتين بس. والله العظيم عن تجربة سوستة محترمة جدا، وخامتها نظيفة جدا، وهتعيش معاك. السوستة ديت أنا جايبها، كنت جايبها بحوالي 150 جنيه على ما أعتقد، من سنة بالظبط 150 جنيه. قلنا نركبها ونشوف. طبعا هي أقل، فهتقول لك البندقية قوتها هتقل، بس عن تجربة مش بتحسسك إن البندقية قليلة، لا، بندقية هتمتعك في الصيد، وعلى المسافات اللي انت بتضرب عليها وبتحبها هتجيب معاك 10 10، وانت كتير بتشوف الفيديوهات فما بتقلش ولا حاجة، لا، ولا مش هتحسسك بفرق ان انت غيرت السوستة. فسوستة البسري هي 35 حلقة، في حوالي من رينج 150، توصل لها بقى دلوقتي 200. ويا ريت يعني الناس برضو اللي بتشوفنا كتاجر او كده، الناس كلها محترمين، محدش يعني لو فيها اقبال على الحاجة ديت وهي اصلا سعرها رخيص، محدش يغل علينا. يعني انا من 100 ل 150 هي سعرها، السوستة الاصليه زي ما احنا قلنا من 400 ل 450. طيب الفيديو اول ما ركبناها، الفيديو يا جماعه عندي على القناه بقالها سنه بالظبط، سنه بالظبط. لو دخلت على القناه هتلاقي ايه اول تجربه لسوستة البي 3 عندكم موجوده على القناه، تقدروا تعرفوا ان هي بقالها سنه بالظبط زي ما هي راكبه في القناه، زي ما هي راكبه في البندقيه المخزن. وادي الجلده البديله اهيت، هي اصلا جلدة كوميتا، يعني هي جلدة كوميتا بس بيقول لك البديلة رصاصي، هي اهي اللونة. تمام يا محمد، دي الجلدة يا جماعة اهي. انا برضو عن تجربتي الجلدة الاصلية، الجلدة ديت كنت جايبها من برضو 100 او 150 مش فاكر. الجلدة دي بقى لها راكبة في البندقية بقى لها 7 شهور، والفيديو موجود برضو على القناة، بقى لها 7 شهور راكبة الجلدة دي وانا عامل فيديو بيها. تمام، جلدة جميلة جدا، الشفط والطرد بتاعها ما شاء الله 10 10، وما زالت لسه في البندقية، وهسمعكم دلوقتي الشفط والطرد بتاعها، ما زالت هي والله ما غيرتها، موجودة في البندقية بقالها 7 شهور، والفيديو موجود على القناة هتشوف مدته برضه ان هو بقالها 7 شهور. فبرضه ما اتكلمتش عن الجلدة، بس في بقى ناس كتير اتصلت بيا، وكل واحد اتصل بيا عارف ايه ان انا قلت له ودلته على الجلدة دي، بتعيش برضه احسن من الاصلية. وده عن تجربة، ده عن رأيي الشخصي، حد بيشكر في الأصلية ما بقولتش لأ، أو عاوز يجيب الأصلية فدي موجودة ودي موجودة. الجلدة دي يا جماعة جلدة 10 على 10، أنا لما ركبتها حتى بتخش بسهولة في الضغط في البستم، ف
الضغط في البستم بتخش بسهولة عن الأصلية، فعشان برضو ما تخلعش من البستم نقطة أمير بس وركبها، انساها انساها، هي اي بتخش بصعوبة وانت بتركبها، مش بصعوبة انها تتجرح، لا هي تخش معاك مية مية ومفيش اي حاجة وهتركب وعشرة على عشرة. وانا جربتها في الصيد، وبطلع زي ما انتوا عارفين يومين في الاسبوع، 3 ايام في الاسبوع على حسب، او يوم في الاسبوع على حسب يعني ظروف الجو وظروف عشان امتحانات محمد زي ما انتوا فاهمين. لكن الجلدة دي انا مركبها بقالي 7 شهور، مش زي انا جبت الكوميتا الاصلية بالسوستات الاصلية ما قعدتش، وكلكم عارفين جبت واحدة تانية اصلية برضو ما قعدتش، غيرتها وقلت اجرب بقى، يعني التجربة بتبقى كويسة في الحاجات اللي احنا ما نعرفهاش، لما نجرب ممكن حاجة تطلع احسن. فالسوستة دي سعرها برضو رخيص جدا، انا كنت جايبها ب 100 جنيه او 150 انا مش فاكر، يعني هي دلوقتي برضو هتلاقيها بنفس السعر ان شاء الله، يعني جلد رصاصي. قول عاوز تجيبها جلدة كوميتا الرصاصي، اهي جلدة الكوميتا الرصاصي البديلة، جلدة محترمة يا جماعة، انا رخر جايب منها 2 اهم تعينهم معايا، وسوستة معايا اضافية برضو اهي غير اللي راكبة فيها. نسمعهم بقى محمد كده قرب مني هنا، اهي يا جماعة اهي اهي، الصوت واضح يا محمد؟ ده بقالها بالظبط يا جماعة الجلدة دي بقالها 7 شهور، يعني السوستة سنة والجلدة ديت 7 شهور. 2 محترمين جدا يا جماعة وعن تجربة والله، والسوستة مش هتحسسك بأي فرق في البندقية، وهتمتعك جدا في الصيد، وحاجة فيها دقة ومظبوطة وبتعيش معاك. أقول لك يعني لو عايز تعمر البندقية وتمشي بها برضو والله ما هتتأثر، حاجة محترمة يعني، ما تعملش كده كتير يعني، بس أنا بقول لك الناس سوستة بتستحمل، سوستة محترمة جدا، خاماتها جميلة جدا، وادي برضو الجلدة حاجة محترمة وحاجة هتعيش معاك. انت موجودة الاصلية وموجودة دي، وانا عن تجربتي الشخصية بقول لك ديت، وانت ليك برضو في الاول وفي الاخر حرية الاختيار. ده كان فيديو بسيط اليوم يا جماعة عشان نبقى وصلنا المعلومة كويسة للناس، وانتظرونا فيديوهات قادمة بامر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.